السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي ماهر من دوانة عرباني. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على موقع عربي يمكننا أو يخلينا نعرف إزاي إن احنا نعرف عمر أي حساب على تويتر ونحسبه بالثانية والدقيقة والساعة واليوم. احنا سواء شرحنا الموقع ده في المدونة أو على المدونة، لكن شرحناه صور بس. إن شاء الله النهاردة هنشرحه عن طريق الفيديو بطريقة سهلة ومبسطة. إن شاء الله هنتلاقي روابط الموقع ده في المدونة أو التدوينة، وهنتلاقي الروابط دي أيضا في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد ما بندخل للموقع هنتلاقي الموقع دي الواجهة بتاعته. هنا هنتلاقي على الشمال أكتر حسابات تم البحث عنها، وعلى اليمين هنا آخر حاجة تم البحث عنها. تمام، هنيجي هنا المطلوب مننا إن احنا نحط الأي دي بتاع المستخدم أو الأي دي أو الاسم أو معرف الحساب اللي احنا عاوزينه، نعرف تاريخ الإنشاء بتاعه او هو الحساب ده بقاله قد ايه منشأ على تويتر. هنستخدم هنا كمثال مدونة عرباوي، الحساب الخاص بتاع مدونة عرباوي، وهندوس هنا نقول له بس. هيحدث لنا الصفحة ويظهر لنا التاريخ اللي تم الانشاء فيه الحساب الخاص بمدونة عرباوي، ويظهر لنا حساب المدة دي قد ايه. زي ما احنا شايفين اول حاجة تاريخ التسجيل 23 مايو 2013، هنا 1035 يوم، ده من تاريخ انشاء الحساب. هنا بيجزأ التاريخ او بيعرفنا التاريخ عن طريق ان هو سنتين وتسع شهور و28 يوم و20 ساعة و52 دقيقة و21 ثانية الى تاريخ البحث دلوقتي. طبعا هنا الاسم الخاص بينا على الحساب، وهنا الوصف الخاص بينا، وهنا زي ما احنا شايفين ظهر في اخر حاجة تم البحث فيها ان هنا بحثنا عن مدونة عرباوي. ان شاء الله الشرح يكون بسيط وسهل، وانتظرونا ان شاء الله في شرحات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.